صباح الخير يا مستر هادي. صباح الخير. ها في ايه النهارده؟ الحاجات دي وصلت. اه طب كويس، انا كنت عايزه. اوكي ثانيه واحده كده. ايوه تمام، شكرا. اوكي عايزك بقى تمضيلي ده والفاكس بتاع خلينا بنشوف ده الاول. ايوه ده هو ده انا كنت عايزه. صباح الخير يا هادي بيه. في ايه يا عبد على الصبح؟ ما انت هتقعد معايا النهارده، يعني هتقعد معايا. حاضر حاضر، ثواني وابقى معاك تماما. ميرسي. ياه النفس ماله خارج مولع من صدرك كده؟ مفيش حاجه في الدنيا تستاهل الحرقه دي. الدنيا حلوه وجميله والمشاكل اللي متلتله في الشركه. اسمع يا هادي، انا مدير عام الشركه هنا وبقبض مرتبي منك، انما اوعى تنسى ان انا صديق المرحوم والدك وان انا اللي مربيه. والله عارف، عشان كده حضرتك الراجل الوحيد اللي في الشركه. ادي كمان بصراحه مش داخله دماغي، السوق كله بيتريق علينا، الامن ستات والساعي ست، مفيش كده بصراحه. هو اكل ولا بحلقه؟ انت ليك ان الشغل يمشي، يمشي راجل، تمشي ست، يمشي كونغر، المهم ان هو يمشي. وبعدين مع كامل احترامي لحضرتك، الرجاله ثلاث ارباعها مرتشين، انما نادرا لما تلاقي ست مرتشيه. الرجاله مع كامل تقديري لسيادتك مالهمش طقطان على الشغل، انما الستات تقعد تشتغل 10 ساعات ما تقولش لا. دخلت الست عليك كده حاجه تشرح القلب. شكرا. انما دخلت الراجل مع احترامي لسيادتك طبعا حاجه تغم النفس، عشان كده انا مع كوتة المراه في مجلس الشعب طبعا. وطالما كده كده الشغل ماشي، ايه المانع ان هو يمشي بشكل حلو؟ لا بقى مش ماشي، واهو ايه ده؟ شركه الموبايل اللي بنتعامل معاها بعتلنا عشان توقف البيزنس اللي بينا بسبب التاخير، يعني هيتخرب بيتنا. ما خلصت خلاص. ازاي انت مش متابع ولا ايه؟ انا قابلت المدير العام هناك وقعدت معاه يجي 3 ساعات احاول اقنعه. متربس دماغه. عارف مين مديرته؟ مين؟ مدام هدى الصفتي. هدى دوده. اه مش دي اللي انت كنت متجوزها؟ ايوه. بس برغم ان احنا انفصلنا، بس انا لسه محافظ على العلاقه الوديه الحضاريه اللي بتجمعني بيها. كلمتها في التليفون وفهمتها موقفي وخلصت الموضوع. طب واخطاب الضمان بتاعنا اللي في البنك متعطل؟ ما خلصت خلاص اهو. خلصت ازاي؟ انت مش متابع ولا ايه؟ لا. انت عارف مين مديره البنك؟ مين؟ مدام ليلى حسن. ليلى؟ ليلى حسن لولا. ما دي انت كنت متجوزها برضو. ايوه المليانه القصيره دي. ايوه الله يفتح عليك. بس برغم ان احنا انفصلنا، بس انا لسه محافظ على العلاقه الوديه الحضاريه اللي بتجمعني بيها. كلمتها في التليفون وفهمتها موقفي وخلصت الموضوع. هادي هولدنج. الو. اهلا استاذه منال. لحظه. ايوه. الو نونا. هادي الف 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 مبروك، والله نهني انفسنا. يا سلام. لا لا ورد ايه ورد ايه، ده كلام. وانا عامل لك ربع صفحه كده في الاهرام، ان شاء الله تكون شفتيها وعجبتك. لا العفو يا فندم العفو. الف الف مبروك الامم المتحده مره واحده، ده شرف والله. مع الف سلامه. مع السلامه. مع السلامه. يا تعرف مين دي؟ لا. دكتوره منال صالح. منال منال صالح نونا. ها مش دي اللي انت كنت متجوزها من 6 سنين؟ طويله حلوه دي. انت عارف اهدي لو انا طلبت منها عينيها، شوف عينيها ما تتاخرش عليا. ها عندك مشاكل تانية؟ انا عندي مشكله واحده مش لاقي لها اي حل. نفسي اعرف انت بتعمل لهم ايه. انا متجوز مراتي بقالي 40 سنه معكننه عليا حياتي ومش لاقي لها حل. يبدو ان الستات ما بيمشوش كويس الا بالعرفي ولا ايه؟ شوف يا عبد، الستات دول اجمل كائنات في الدنيا. انا مش عارف ازاي كان سيدنا ادم كان ممكن يعيش لوحده من غير ستنا حواء. المهم ازاي تتعامل معاهم. الكود يا ريس، الباسورد، وانك ازاي تخلي اللينك ده موجود على طول. على الشاشة.
ويا ترى مين حيربح معنا هلا بعد شوي؟ خلونا نشوف مين الاتصال. بحبكم وبعشقكم كثير. يلا 10,000 دولار. يا خالد وائل صبايا وشباب البرنامج وينني؟ يوم ما حدا اتصل فينا. وبذكركم انه اليوم جايزتنا كثير كثير كبيره. جايزتنا هي 10,000 دولار. الو؟ الو؟ هادي صديق البرنامج من تايغو. كيفك؟ اهلا. انت جاهز لتربح معنا جايزه اليوم؟ طبعا. انثى الفيل بتضل حامل لمده 7 أشهر، 8 أشهر او 9 أشهر. بصي هو 7-8 صعب، متهيألي نقول 9-9.5 كده. لا، في 7 و8 و9، ما فيش 9.5. طب خلاص خليها 9 عشان يعني تلحق تاخد راحتها. 9؟ ده اخر كلام؟ ان شاء الله. غلط. ان شاء الله المره الجايه تربح معنا يا هادي ويكون حظك احسن من هيك. الو، صارت الساعه 9:05 يا هادي، وينك لهلا؟ ليه بعد ما جيت؟ في الشارع يا حبيبتي من الساعه 8. والله الشوارع زحمه قوي. بصي هو عمال اضرب كلاكسات من الصبح، مش كنت جيتي عندي زي كل مره؟ لازم يعني نقضيها في المواصلات كده. انا مسافره بطياره الساعه 5 الصبح على باريس، ما انت عارف والمطار 5 دقايق من البيت، ولو جيت لك الطياره بتفوتني يا استاذ. المهم بس طمنيني، غاز اخوكي فين؟ اوعي يطب علينا، ده مجنون يعمل لنا فضيحه. قول لحالك لو اتزوجنا رسمي مش بورقه عرفي يا هادي بيه، ما كنا شفنا ولا من غازي ولا من ميت غازي. طبعا هنتجوز رسمي وهعمل لك فرح، بس لازم فرح يليق بيكي، انت نجمه يا ماما. وبعدين يعني احنا بنعمل حاجه غلط ولا حرام؟ ده جواز شرعي. المهم بس عايز اطلب منك طلب، ممكن تلبسي لي قميص النوم الروز بتاع المره اللي فاتت؟ عمل معايا شغل جامد قوي. ما انا لابسه. ماشي يا حبيبي، انا جاي اهو. يلا باي باي. مساء الورد يا عم خليل. يا مساء الفل يا هادي بيه. اتفضل. اتفضل فين يا عم خليل؟ يلا فين الورد؟ مفيش وقت. الورد جاهز يا واحدة. قوام والنبي. الورد علي. يلا يا عم خليل. شوية ورد انما ايه بقى؟ تحفة. حلو حلو. ايه؟ اكتب ايه بقى على الكلام؟ هتكتب ايه؟ هتكتب ايه؟ اكتب. ايوه. إلى أحلى قميص نوم روز في الدنيا. إيه؟ ياه، ده أنا عليا جمل، ده أنا عليا جمل. غازي؟ افشوا هالليلة، انقطع القميص، عم فكر فوت نام. لا دخيلك يا غازي، قصدي أنا قلبي حاسسني إنه أنت اليوم حتربح. رجال ختيار تحت، بسيوني ظاهر عم بودع على الاخر، وفي حفلة بكى عندهم. تعال تعال يا هادي، اتفضل اتفضل. الله يفيك الخير. السلام عليكم. مين هادي بيه؟ أبو العز، ابن أبو العز بيه الله يرحمه، صاحب العمارة، صاحب الحج بسيوني وحبيبه. كتر خيرك، ما نحرمش منك أبدا، تعبت نفسك ليه؟ لا لا ازاي، ده الحج بسيوني عزيز على الكل. تفضل تفضل. تعال هادي، والله ابن حنان مصفي وصاحب واجب طول عمرك، انت ما تعرفش زيارتك النهارده رفعت روحهم المعنويه قد ايه. الحمد لله. وانت عرفت امتى يا هادي؟ دلوقتي. امال مين الست اللي جت عدت على كتفي دي؟ دي الست امينه بنت الحاج بسيوني. الحاج بسيوني مين؟ الحاج بسيوني البيسي، عميد عائله البيسي. يا حبيبي مرمي في المستشفى بقاله سنه بيتعالج، في الاخر لما حالته اتاخرت قوي الدكتور قال خدوه على البيت لغايه لما السر لله يطلع. هو كل ده والسر لله لسه ما طلعش؟ دي بنته شكلها بيخلص. ماما يا حبيبي يا ماما، انت شايفه بتعمل
تخليش في نفسك كده مدام عزيزه. بابا ودي مين دي كمان؟ دي بنت الحاج بسيوني الثانيه مدام عزيزه الكبيره. دي جايه علينا نعمل لها ستوري. ازيك يا سعد التواب؟ بخير بخير يا مدام عزيزه. هادي بيه ابو العز، ابن ابو العز بيه الله يرحمه، حبيب الحاج بسيون الله يرحمه، قصدي ربنا يشفيه. خلاص يا خلاص 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 يا مدام عزيزه، احنا معاكي، اعتبرينا اخوات الحاج بسيون الله يرحمه، واي حاجه انت عايزاها احنا تحت امركم في اي شيء كبير وصغير. نعم، انت مين؟ بس شو؟ الحاجة بسيوني، بسيوني البيسي. حاج بسيوني تحت تحت مش هون. هو مش هنا تحت، اصلا من ساعة لما عرفت ان هو في غيبوبة يعني وانا مش قادر اتمالك اعصابي يعني. عم فهمك، بيت الحاج بسيوني تحت تحت مش هون. طب حضرتك منفعل ليه حتى؟ ده كان طالب مني مهلبية وانا جايبها له وانا جاي يعني ما فيهاش حاجة يعني. بتصير، اتفضل اوديك لعنده. يا حبيبي يا حاج بسيوني، ده مش بس مربيني، ده مربى ابويا كمان. خلاص انزال انزال. ايه هون شو مش شايف البكي والنواح؟ هادي يا حبيبي هادي. ايه انت رحت فين؟ بكي في جنبي ما لقيتكش. متداري يا عمي متداري، يعني عايزهم يشوفوني وانا منهار. طول عمرك حنين يا حبيبي. امال ايه يا عمي؟ امال ايه؟ هو ده اي حد؟ ده الحاج بسيوني، بسيوني البيسي ده، انا ما شفتوش يجي من. طب بس 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 استأمينة لو سمحتي، هادي بيه بس عايز يبص على الحاج بسيوني ويدعي له، يمكن ربنا يكرمه، ربنا كبير ان شاء الله. روح معاه. تعالى يا هادي، ما تكسبش انا زي بيتك. ايوه تعالى يا هادي تعالى. يا ما شاء الله، انتوا بس قلقانين ليه؟ ده حتى وشه منور اهو. يا حبيبي يا بابا، الله يحفظك. ايه الو، انت روحتي فين يا ابن انت؟ جازي فال وانا لوحدي. طالع لك حالا، دي وحشتيني قوي. انا ده انا هقطعك. طب يلا ما تيجي. بقولك ايه، اثبتي على القميص الروز. يلا طالع لك اهو، باي. رايح فين يا صايع يا ابن الصايع؟ انا سامع صوتك بالصبح. لا اله الا الله، لا اله الا الله. يا ست امينه، الحاج بسيوني فاق واتكلم يا اخوانا. قميص لون روز يا وسخ. غازي شو جايبك؟ جيت تاخذ مصاري نسيته بالبنطلون الثاني. لكن نادين شو بك مصفره كانك شفت شي وحش؟ بس شو؟ بس بسيوني، بيت الحاج بسيوني تحت تحت. حاج بسيوني تحت. حبيبي حاج بسيوني، حبيبي حاج بسيوني. حبيبي أي. انا مش شوي أي. حملتك من ايدك ونزلتك لعند الشقه لتحت. هرجع كده حضرتك جزز جدا يعني، ما انت شو قد الموقف يعني. حرام عليك. اتكلم عن الحاج بسيوني وصيته. حاج بسيوني لك فين من هون؟
أنا بعرف إنه هي الجنية بتموت فيها. هادي عيون هادي. نحن ما عم نعمل شيء غلط. لازم غازي والناس كلها تعرف إنه نحن متجوزين. طبعا يا حبيبتي هي أحسن وقريب جدا كمان. أنا ريني أشرب. أجيب حاجة نشربها. أنا حجيب لك. حأشرب معك كمان. هي آخر ليلة قبل السفر. يا حبيبتي أنت هتقعدي برنسيسة وأنا هقوم أسربس عليك. كوطة بيضة وقميص روز النهاردة زي ما أنتِ. ايه الورد الجميل ده؟ كاتب لي ايه بقى؟ شده وتزول؟ ربنا يعفي عني؟ هادي 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 هادي. عياده الدكتور شوقي سليمان؟ ايوه يا فندم. ايوه يا فندم. مظبوط يا فندم. تشرف. اهلا يا فندم. اي دكتور حالا مدام نادين اتفضلي دكتور شوقي عايز حضرتك. تعمل الاشعه والتحليل دي امتى؟ يعني من حوالي اسبوع كده. بلاش دلع يا استاذ. اسم حضرتك قلت لي ايه؟ هادي ابو العز. واضح ان مدام نادين مدلعاك قوي. ما عندوش اي حاجه. وارجوك تاخدي الكشف اللي دفعتيه وانت خدت. الله يطمنك يا دكتور شوقي. ده انا لقيت سفري من كتر الخضه. مش عارفه كيف بدي اشوفك. خلاص تطلعينا معاكي في البرنامج بقى. طبعا ده شغف ليا. فرصه سعيده قوي يا هادي. هادي ابو العز. معلش انا دماغي النهارده. لا الله يكون في عون حضرتك. انا متشكر قوي. فرصه سعيده. شكرا. مع السلامه. مع السلامه. فرصه سعيده جدا. شكرا يا دكتور. مع السلامه. الحمد لله. مدام نادين. ايوه خلاص خليهم على شكل. ميرسي قوي. ايوه حاضر يا فحسنة. مدام نادين. ايوه دكتور شوقي عايز حضرتك دقيقه جوه تاني. شو عم بتقول؟ ما بصدق. مش معقول. مش هيعيش اكتر من 6 شهور. الحاله في مرحله متاخره جدا. انا ما اقدرش اقول الكلام ده قدامه طبعا، لكن حبيت اقوله لك عشان الامور اللي زي دي بتحتاج ترتيبات. دام نادين ربوكي انا عاوزك تتماسكي. ده امر ربنا وجايز برضو ربنا يكتب له يعيش. في امل. ضعيف جدا. استاذن ايه؟ استاذن ايه؟ دي مراتي اللي جوه. دي مراتي. فين يا نادين؟ مفيش. حياتي مفيش شيء. الدكتور كان بده ينزل معي بالبرنامج وبس. لا 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 الموضوع ما موضوع مش موضوع برنامج. انت ما بتعرفيش تكدبي. في يا دكتور؟ انا عارف. الله يرحمه مات بنفس المرض. أرجوك تقولي أنا عايش قد إيه يا دكتور؟ أنا أقدر أواجه مصيري بكل شجاعة؟ Dance with me, make me sway.
Like the lazy ocean hugs the shore. Hold me close, sway me more. Like a flower bending in the breeze. Bend with me, sway with ease. When we dance, you have a way with me. Stay with me, sway with me. Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have that magic technique. When we sway, I grow weak. نادين صدقيني اللي انا بقوله ده هو عين العقل. انا ما اقبلش انك تربط حياتك بحياه واحد معكم عليه بالموت. هنسيب بعض دلوقتي واحنا بينا ايام جميله عمرها ما تتعوض. كل ده اخر هديه مني ليكي عشان تفتكريني. والحمد لله ان احنا ما اتجوزناش رسميا وجبنا عيل يلاقي نفسه في الدنيا من غير اب. نادين، نادين، احنا هنقطع الورقتين اللي بينا عشان تبقي حره وانت عيشي. الحياه حلوه قوي. وحبي واتجوزي بس وعديني لو خلفت عيل سميه هادي. أنا راجل عاشق للحياة. أنا ونادين عشنا أجمل أيام حياتنا. قبل بقى ما نخش على النكد وتقولي رايح فين وجاي منين، نقفل الموضوع قفلة حلوة قبل ما تقولي نطلع المأذون. أه يا أخويا، أنت كده وتيجي للحانوتي. وأنت أي حانوتي؟ ده أنت حانوتي الحب. ولا ما تشتغلنيش، أنت لو عمرك حبيت ولا عرفت الحب. طب والله العظيم ثلاثة أنا حبيت نادين، ومش بس نادين، مفيش واحدة اتجوزتها لما حبيتها. طب أقول لك على حاجة؟ أنا وشي حلو عليهم، اتفرج على نادين دي كمان سنة. هتبقى أكبر نجمة إعلامية في الوطن العربي. هتشوف مراتك؟ اقفل كاس، اقفل كاس، شيل شيل الإزازة دي. أيوة اتصار. أنت فين؟ أنا عند هادي أبو العز صاحبي. وبتعمل إيه عند الصايع ده؟ الله يجازي شيطاني كان صار. لا هادي تعبان بس كنت جاي أكشف عليه. ولوحدكم بقى ولا معاكم حد؟ لا لوحدنا والله. طب شغل الكاميرا، شغل الكاميرا وريني كده. حاضر. ازيك يا مدام انصار؟ معلش خدت الدكتور مني بس تعبان قوي. سلامتك. الله يسلمك. شوقي يا شوقي. ايوه حبيبتي. سيف ابنك بيكح وعنده حراره، اوديه للدكتور ولا ابوها يجي يشوفه؟ لا ابوه يجي يشوفه ليه؟ انا جاي حالا انتصار. ما تتاخرش. انا جاي حالا. عرفت بقى انا ليه ما اتجوزتش لحد دلوقتي؟ انت هتروح البيت لا هتلاقي الواد عيان ولا عنده اي حراره. توكل على الله، ربنا يعينك على ما بلاك. السلام عليكم. السلام يا ذكر. صارت الرجاله. اهلا وسهلا وسهلا وسهلا. ايه مكلف نفسك ليه؟ يا سلام، وانا عندي عجل شريف. امال هو فين؟ يا شريف، شريف تعال. ما شاء الله كبر. تعال. كل سنه وانت تعالى بقى. سلم على عبد الكريم. بوسه بوسه. انت شفت بقى جبت لك ايه؟ اتفضل يا عم. بوسه ايه؟ امال حقيقيه بقى. الحق بقى يا سيدي البوفيه. بوسي ازيك يا هادي؟ حضرتك يا نهار ابيض،
للدرجه دي مش فاكراني؟ طب والله لو ما افتكرتيني يا نسمه لازعل. انا فعلا مش فاكره حضرتك خالص. طيب نرجع بالذاكره ورا شويه. اتعبي نفسك شويه يا نسمه. حضرتك ليك طفل عندي في المدرسه؟ يا ريت والله يا ريت. ده انا عازب وعايش لوحدي قوي. انا اسفه عن اذنك. استني بس استني استني استني. احنا نعرف بعض من 20 سنه. ايوه من 20 سنه. في الوقت اللي انا بدات فيه اوعى للدنيا من حواليا وارسم صوره في خيالي للبنت اللي انا بحبها. خدي المفاجاه، البنت دي انتي. نفس الشعر، العينين، تدويره الوش، البق. قعدت مع نفسي كده وقلت يا واد يا هادي، تفتكر دي ممكن يكون اسمها ايه؟ لقيت نفسي برد بسرعه بقول انت هادي، تبقى هي نسمة. عرفتي بقى ان احنا نعرف بعض من زمان؟ اسمع. نعم. انا خريجه كونسرفاتوار. ايوه. يعني انا اكتر واحده سمعت اسطوانات في الدنيا، والطريقه اللي انت داخل بيها دي بلدي قوي. وعيب تبقى في بيت محترم وعند ناس محترمين وتعمل كده. منظرك يكسف ودمك يلطش. شوي 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 قلب هيوقف. شوي انت فين؟ اسكت هموت هموت بجد. ولا وحيت اهلك انا مش ناقص. انت فاضي بقى اليومين دول ومش لاقي واحده تعمل عليا شويتين بتوعك هتعملهم عليا انا؟ لا 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 لا، ده كله كوم ونسمه كوم تاني خالص. نسمه مين؟ اقعد احكي لك. اسمها ميس نسمه، مدرسه موسيقى في المدرسه اللي قدامك دي. انما ايه، ملاك ماشي على الارض. شفتها في عيد ميلاد حفيد عم عبد التواب. وعملت معاها ايه؟ بقى انا شوقي، انا صاحبك دمه يلطش وقليل ادب وما ترباش. انا لا ما قالت لك كده ودينك وتهزيق ومعامله كلاب واحتقار وحاجه ايه؟ الله الله، ايه السعاده اللي انت فيها دي؟ ولا انت بتهزر وخلاص؟ لا انا كده طمنت على نفسي، يبقى مش انا الراجل الوحيد اللي بتهزق. لا طمن. صدق يا شوقي، انا بقالي يومين بفكر، اكتشفت ان انت من ارجل اصحابي. عشان كده انا ليا عندك طلب، وعارف ان انت لا يمكن هتردني. عاوز ايه المره دي؟ اقولها انك هتموت مقدما؟ هتقولي غرفه 60 ده؟ لا 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 لا، ابسط من كده بكتير. هو انت مش بقيت بتروح مستشفى الصبح؟ ايوه. يعني العياده بتبقى فاضيه الصبح؟ نعم. ممكن يا صاحبي تديني مفتاح العياده الصبح؟ كفايه بقى يا هادي، كفايه بقى. والله العظيم ابدا، انا مش هعمل حاجه. انا بس كل اللي هعمله ان انا هحط كرسي بره واعمل لنفسي فنجان نسكافيه واقعد اتفرج عليها وهي داخله وهي خارجه. بس لا لا، تصدق بقى ان انا بقالي يومين بفكر واكتشفت ان انت اندر اصحابي. انا كنت عارف انك هتعمل كده. ماشي يا شوقي ماشي. معلش يا هادي، احنا اصحاب بس مش كل حاجه هتطلبها مني اعملها لك. شوف كنت هنسى. والله انت ابن حلال، والله انت ابن حلال. اتفضل. ايه ده؟ دي صور المؤتمر الطبي بتاع رومانيا. مؤتمر؟ وانت مالك بيه؟ الناس بعتنهم لي عشان فاكرين ان احنا اخوات مش بس اصحاب. يا نهار اسود، الله يخرب بيتك. مين اللي ركب الصور دي؟ عرفت بقى ان انا بضلل عليك وعلى بيتك عشان بيتك ما يتخربش في نفس الوقت اللي انت واقف فيه عقبه في طريقي وسعادتي. ده ابتزاز ابتزاز. مين الواطي ابن الواطي اللي ركب الصور دي؟ شوقي شوقي يا شوقي، هو مفيش حد هنا ولا ايه؟ اهلا 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 يا استاذ هادي. اهلا اهلا وسهلا. ده هادي كان جاي لي عشان اكشف عليه، حالته وحشه خالص. ما هو الاستاذ هادي مش مهتم بصحته، بيجهد نفسه على الاخر. الحقيقه الدكتور شوقي الله يبارك له نصحني ان انا اروح مصحه في رومانيا، بيقول لي ان هناك الطب تقدم قوي. ده حتى لسه مفرجني على الصور. صور ايه دي يا شوقي؟ صور المصحه بتاعت رومانيا. لا لا، رومانيا ايه؟ لا خليك هنا احسن، خليك. ابعتوا لي على العنوان ده الانسه نسمه. من عينيا. واكتب فيه ايه؟ تكتب ايه؟ تكتب ايه؟ اكتب. انا دم يلطش، انا قليل الادب، انا واطي هادي ابو العز. ياه ده انا عليا جمل يا عم خليل، ده انا عليا جمل. يا راجل، هو في حد في جنتلتك؟ يا عم اكتب اللي بقولك عليه، والساعه 9 عندها في المدرسه، ما تنساش. سلام. الغرام الغرام.
بحبه أكتر. يلا نقول مع بعض. يا مواعيدك يا عم خليل. Make it a better place for you and for me and the entire universe. There are people dying. فيه يا جدع، عايز ايه؟ ورد للآنسة نسمة. طيب يا عم لبشتني. انا مبسوطة منكم قوي. ايوه يا مصلح. ايه يا مصلح؟ صباح الورد يا ست الكل. صباح النور يا مصلحي. الورد ده جاي لحضرتك. ورد؟ بعد اذنك. امضيله هنا بالاستلام. حاضر. امضي امضي. يلا مش خلاص؟ خلصت شغلتك؟ سمعنا خطوتك. أنا اللي دم يلطش، أنا القليل الأدب، أنا الواطي. الورد ده ما يخيبش ما يخيبش. أي. ألف شكرا ست هان. بلايسر. أهلا يا مصلحي. ازيك يا باشا؟ ألف شكرا على عصير ال هو اسمه ايه باشا؟ ده عصير رمان بالستروبري فليفر، هيعجبك قوي. استروبري فليفر. انما ايه الرمان ده يا باشا؟ لذيذ يا مصلحي قوي قوي. اقعد اقعد واقف ليه؟ الف شكرا يا باشا. لا لا مش هنا، ده كرسي انجليزي انتيك ما بتعدش عليه. تعال تعال تعال. بلاها الركن ده، نقعد على السجاده دي وخلاص. لا لا ولا دي يا مصلحي، دي سجاده حرير بقى لها 300 سنه ما تعدش عليها. تعال تعال. الله، امال اللي مقعدك في بيت ما بيتعدش فيه ده يا باشا؟ فظيع 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 يا مصلح. تعال نقعد على البسين. هو البسين ده قديم برضه يا باشا؟ فظيع. عسل عسل. قلت لي بقى ساكنه في الزمالك؟ اه يا باشا. الباص بياخدها من ابو الفدع الكورنيش كده على طول. عندك فكره ابوها بيشتغل ايه؟ اصل مس نسمة ما بتكلمش مع حد كتير، بس انا بقى اتقصت وسمعت ان ابوها رتبه كبيره قوي في الداخليه. لواء يعني؟ حاجة زي كده يا باشا. طب انت مش شايف يا مصلحي ان بنت بالجمال ده وساكنة في الزمالك وابوها رتبة كبيرة قوي في الداخلية ومش مرتبطة لحد دلوقتي؟ اقعد اقعد. لا يا باشا هي مش مرتبطة. وايه اللي مخليك واثق قوي كده؟ معلش يا باشا، خد مني وما ترجعش ورايا. عندك فكرة الباص بياخدها منين في ابو الفدا؟ من جنب السلطة على طول. طب يا مصلحي، هو الباص ده ما بيعطلش؟ أنسة نسمة، يا صباح الورد. يعني انا احلم بيك امبارح بالليل، اقوم الصبح كده الاقي انا اكيد في حاجه لله. انت عايز ايه بقى؟ انا كنت عايز اتكلم معاك. ممكن تمشي دلوقتي حالا لو سمحت؟ والله انا ما بعاكس، انا عايز بس رقم تليفوني. انا ما عنديش تليفون، ممكن تمشي بقى؟ طب رقم تليفون الباشا اللي هو كنت عايز اتكلم معاه في موضوع. شايف البوكس اللي هناك ده؟ هناك اروح اساله؟ هيجوا ياخدوك دلوقتي حالا وهتنبهر. بيعمل ايه عندك المنظار ده يا شوقي؟ اصل كنت بس يا شوقي. المصحف شريف ما بتاعي. امال بتاع مين؟ بتاع واحد صاحبي كان جايبه لي، كان عرضه للبيع. ويا ترى بقى كنت بتتفرج على مين يا شوقي؟ على النجوم من صار. النجوم. فجأة كده بقيت فلكي. ويا ترى بقى النجوم دي فوق ولا تحت؟ بتهيألي نجوم فوق. فوق.
المنظار نازل لتحت ليه يا شوقي؟ تعب. انا فاهمك يا حبيبتي. المنظار ده غير اي منظار، هو الصبح بيجيب النجوم في عز الظهر، بالليل بقى بيريح. بيريح. اسمع يا شوقي، اقسم بدين الموضوع ده ما هعدهولك على خير، ولازم تفهمني دلوقتي حالا ايه الحكايه دي بالظبط. كنت بتتفرج على مين يا بابا؟ صباح الخير يا ولاد. أنا آسف، العقد ده هيبان وحش جدا عشان هيتحط على أجمل رقبة في الدنيا. هذا أبو العز يا ابن اللذينة، كتبت لها كده؟ إيه رأيك؟ ده أنا عليها جمل، ده أنا عليها جمل. البت دي شكلها تخرب بيتك وبيتي إن شاء الله. انتصار شافت المنظار وتحفظت عليه واعتبرته حرز، والبيت مولع عندي وكل ده بسببها. شوقي شوقي، أنا عايش مود جميل، ما تطلعنيش منه. مود يا حمار، تفتكر هتعبرك؟ هتعبرني؟ ده أنا واثق إن المرة دي عمرها ما هتخيب. يبقى قابلني هتشوف، وآخرتك السجن إن شاء الله لما أبوها يعرف. أنت مش بتقول لأبوها لواء؟ هينفخك. مستر هادي. إيه يا منار؟ حضرتك مدي ميعاد لحد هادي بيه؟ لا، أصل في واحدة بتسأل عليك اسمها نسمة. بقى مين؟ اسمها إيه تاني عشان ما أسمعش؟ نسمة. اتكل على الله. اتفرج يا هادي، اتكل على الله. وصلي البيه الأسانسير، طالب بسكويت. يلا يا أبو بسكويت. ده ايه النور ده؟ ايه المفاجأة دي؟ اتفضلي اتفضلي. طب انا اعمل ايه بنفسي؟ اعمل ايه؟ انط من هنا وانتحر ولا انكش في شعري يقول الواد اتجنن؟ نعمل ايه؟ وعلى ايه ده كله يا استاذ هادي؟ لا، مفاجأة مفاجأة رهيبة رهيبة. لما واحدة تقبل هدية غالية كده من واحد ما تعرفوش تبقى واحدة مش محترمة، ولا انت ايه رأيك؟ ده قمة الاحترام. اسكت ما تقطعنيش خالص. حاضر. انت كده كأنك بتقولي اني بنت مش كويسة، والراجل اللي يعمل كده مع واحدة ما يعرفهاش يبقى راجل سافل وقليل الأدب. يبقى راجل حساس. اسمع. نعم. ده آخر إنذار ليك، أنا كان ممكن أكبر الموضوع وأوديك في 60 داهية. هون عليك. إنما أنا ما عنديش غير رد واحد على تصرفاتك السخيفة دي. إيه هو؟ أنت تشوف لك حل في دلع الموظفين بتوعك دول. نسمة؟ إيه الصدف الجميلة دي؟ إزيك يا أستاذ عبد التواب؟ إيه؟ بتعملي إيه هنا؟ الأستاذ هادي كان بيوصيني على طفل عندنا في المدرسة. طفل؟ ابن مين يا هادي يا ابني؟ المشكلة إن الولد قليل الأدب ومش متربي، وإحنا رفضناه خلاص. أنا آسفة يا أستاذ هادي، الموضوع انتهى. عن إذنك يا أستاذ عبد التواب. اتفضلي يا بنتي. نسمة دي التلاميذ بيموتوا فيها في المدرسة، بيعشقوها عشق. تصور شريف ابن بنتي يحوش من مصروفه وجاب لها هدية. وقبلتها؟ آه طبعًا قبلتها. الواطية. نسمة دي أصلًا أنت ما تعرفهاش. نسمة دي أدب وأخلاق وذوق. نسمة وهي نسمة بجد تتحط على الجرح يطيب. هو باين حياة ماما حسبها وقفلت معايا بقى. هتجوزها ليلة واحدة عرفي وادوخ واجيلك يديها التشخيص المتين ونقطع الورقتين وشكرا. اسمع يا هادي، انت طول عمرك عامل عليا دكتور لاف وعمال تفتي قدامي. البنت دي باين عليها من فصيلة انتصار مراتي، بس مدام ايديها طويلة تمنش. اعترف بقى مره يا اخي انك فشلت فيها. ايه يا راجل؟ ايه ده؟ ايه ده؟ اهي اهي. ايه اللي جابها هنا دي؟ هي دي طب بتقدم قوي، اكيد دي هتقابل البيبي بتاعها. طب بقول لك ايه، قوم قوم هادي، انا طالب اكل. يا شوقي قوم. اوعى تقرب لها، المره دي هتعمل لك فضيحه قدام الناس كلها. اتوكل. ماشي متر. ايوه يا حسن، يا حسن ما تهزرش يا حسن، دي بورصه يا جدع. بقولك ما تهزرش ما تهزق. ايه ده؟ دي بوسه يا حسن. على فكره بقى انا بحبك وبموت فيك من اول يوم شفتك فيه، وانا اسفه على كل اللي عملته معاك. انا من ساعه ما شفتك ما بنامش، انت الراجل اللي بحلم بيه طول عمري. نسمة، انا مش مصدق اللي انا بسمعه. احسن يكون
جايلي تهيؤات وابتديت اخرف. كنت بتقولي ايه؟ بقول لك بحبك، بموت فيك. امال ليه عملتي فيا كل ده؟ ما كنتش عايزه ارتبط بيك اكتر من كده، بس خلاص يا هادي مش قادره ابعد عنك. وتبعدي ليه؟ احنا نتجوز. ايه يا حبيبتي، وانا قلت حاجه غلط؟ لا لا مفيش حاجه. طب نتجوز ودلوقتي حالا كمان. نتجوز ازاي يا هادي؟ مش هينفع، انت مجنون. ده انا ابقى مجنون لو ضيعت ثانيه واحده من عمري من غيرك. نسمة، انا نفسي اخدك في حضني كده ومحدش يشوفنا. بصي يا حبيبتي، انا عارف ان انت يعني كبيره وواعيه وعقلك فاهم. احنا هنضرب ورقتين، احنا هنكتب ورقتين عرفي عشان نبقى في الحلال، والحد يعني لما الظروف تصلح هعمل لك اكبر فرح فيك يا مصر، فرح يليق بيكي. ماشي؟ انت بتتحايل عليا يا هادي عشان اوافق؟ انا اصلا مش مصدقه ان انت بتقولي الكلام ده. المشكله مش مشكله عرفي ولا رسم، انت لو قلتلي نتصاحب انا موافقه. المشكله اكبر من كده بكتير. طب المشكله يعني هو انت مرتبطه بحد؟ لا. طيب ايه المشكله؟ انا عيانه يا هادي، عندي مرض خطير وحالتي ميؤوس منها. الدكاتره بيقولوا ان انا مش هعيش اكتر من سنه. وانا مرضاش انك ترتبط بواحده محكوم عليها بالموت. الموت. لو مش مصدقني انا ممكن اوديك عند الدكتور بتاعي عشان تتاكد بنفسك. لا يا حبيبتي، دكتور بتاعك ايه؟ ده انا هوديكي للدكتور بتاعي، دكتور شاوي سليمان، دكتور معروف. مش يمكن يكونوا اكتشفوا علاج لحالتك في المانيا؟ طيب هنستمر على نفس الدواء لمده اسبوعين كمان. شفا تعال نسمع معايا بره. ايه ده؟ لحقت هتكشف؟ المره دي مش انا، هي اللي هتكشف. هي اللي هتكشف؟ خد المفاجاه دي، الانسه بتصيع عليا. الظاهر كده ان هي قابلت حد من اللي انا كنت متجوزهم قبل كده وفهموها الليله ماشيه ازاي، وعامله فيها شاديه وجايه تربيني. قال ايه ما ينفعش تتجوز عشان عندها مرض خطير. قالت لك كده ودينك؟ يا عم، وعايشه لي في الدور، بس انا بقى حطيتها في دماغي. كانت عايزه تاخدني للدكتور بتاعها اللي هي طبعا متفقه معاه، بس انا قلت لها لا، الدكتور بتاعك ايه؟ جبتها لك عشان تجيبني اخرها. يا صفاء دخلي انسه شاديه. نسمة يا عم. لا نسمة نسمة. اتفضلي يا حبيبتي. اهلا وسهلا. نسمه خطيبتي دكتور شوقي. ان شاء الله. دكتور اهلا وسهلا. فرصه سعيده يا دكتور. ايه مالك؟ ما وشك زي القمر اهو. بتشتكي من ايه؟ عندي صداع مزمن وبدوخ على طول. لا بسيطه ان شاء الله، بسيطه. طيب حضرتك هتعملي لي رسم مخ، تحليل دم، ورنين مغناطيسي بكره الصبح ان شاء الله. To see you. My friend. Yes. فيها شوق الساعة 2. عمال أكلمك بقالي 4 ساعات. نايم والموبايل سايلنت، في إيه؟ في مصيبة هادي، مصيبة كبيرة. مصيبة إيه على الصبح؟ ظهر إن اللعبة قلبت بجد. لعبت إيه؟ اخلص. نسمة حالتها خطيرة زي ما قالت لك. ومش هتكمل السنة. مش أنا اللي بقول يا هادي. أشعة والتحاليل اهي. كانسر في المخ. واصل لمرحلة ميؤوس منها كمان. كفاية بقى يا هادي. ما تلعبش بمشاعرها أكتر من كده. خليك بني آدم يا أخي. يا ساتر يا رب. يا ساتر. طب أنا ممكن أسفرها برا. ممكن أوديها أحسن مستشفى، أنا مستعد أصرف ملايين. لا برا ولا جوه. البنت خلصانة خالص. ويكون في علمك. اللعبة الحقيرة اللي كنا بنلعبها مع بعض انا وانت مش هلعبها تاني. خلاص يا هادي، دي اشارة من ربنا. ربنا يهديك
سامحني. برافو يا سيف، بالراحة من ذوق. أنا الأول. واحدة واحدة، برافو برافو. هي دي المفاجأة الحلوة دي. أنا عاوزك يا نسمة، عاوز أتكلم معاكي. أنا عندي حصص. مفيش حصص، من النهاردة مفيش شغل، هتقدمي استقالتي. هادي أنت بتقول إيه؟ تعالي بس. لا يا هادي، اللي أنت حاسه ناحيتي ده مش حب، ده مجرد شفقة. الحكاية كلها إن أنا صعبانة عليك. وانا لا يمكن اوافق انك تضيع سنه من عمرك كده على الفاضي في الهوا. انت ليه فاقده الامل كده؟ الطب بيتقدم كل يوم، وبعدين هو في حد ضامن عمره؟ ما انا ممكن اموت قبلك. بعد الشر عليك، ما تقولش كده. بقولك ايه، احنا هنتجوز وهعمل لك اكبر فرح فيك يا مصر، وهنقضي احلى شهر عسل انا وانت. انت عايز تفرحني الايام اللي فاضله لي من عمري؟ احنا هنعيش 365 يوم سعاده. انا مش هزعلك ابدا نسمة. انا بحبك قوي. وانا اكتر منك يا هادي، بس انت لسه ما تعرفش حاجه عني. وانا كفايه عليا انك تفكر بس تضيع سنه من عمرك عشان تعيشها جنبي وتفرحني. هادي، انت احلى راجل قابلته في حياتي، واي بنت في الدنيا تتمناك. ايه اللي يجبرك تعيش مع واحده محكومه عليها بالموت؟ سيبني يا هادي، سيبني اعيش الكام يوم اللي فاضلين لي مع اهلي. هم عارفين عنك حاجه؟ لا طبعا، واوعى تقول لهم لو شفتهم. دول ما يقدروش يعيشوا من غيري، انا مش هقدر اسيبهم. ومين قال ان احنا هنسيبهم؟ ما ييجوا يعيشوا عندي في الفيلا. الفيلا عندي واسعه وتسع من حبايب الف. يبقى مش فاضل غير حاجه واحده بس. ده بيتكم؟ لا، تعالوا معايا بس. يبقى ده. واحنا رايحين فين؟ انت مش قلتلي انك هتخليني اعمل اي حاجه نفسي اعملها؟ طبعا يا حبيبتي، بس هو يعني مش في اولويات؟ مش المفروض نقابل سعاده الباشا؟ وبعدين يعني لو عايزه تركبي مركب، ما انا عندي اليخت بتاعي. كان في بنت عايشه مع ابوها وثلاث ولاد اخواتها الصبيان. امها ماتت وهي عندها 15 سنه. فجاه لقت نفسها في السن ده ام العيله دي كلها. كانت بتصحى من صباحية ربنا عشان تلحق شغلها، وتروح بعد الشغل تدي دروس لولاد الناس الأغنياء، وبعدها بتروح وهي مهدودة. إنما كانت مبسوطة عشان حاسة إنها بتعمل حاجة. يا سلام، عارفة نسمة أكتر حاجة بتعجبني فيك إيه؟ إيه؟ إنك برغم المستوى اللي أنت عايشة فيه بس بتهتمي بالناس الفقراء. يا سلام. جزيرة الوراق، جزيرة في وسط النيل زي ما انت شايف، عايش فيها ناس غلابة ومفيش أي وسيلة مواصلات توصل لها غير عن طريق المية. يا سلام. تعال معايا. السلام عليكم. شوف يا اسطى، واضح انك جديد في كار السواقه. الرخصه اللي في ايدك دي عدم المؤاخذه، ما تزعلش مني يعني، اكتب لها تشرب ميتها على سالزه ساعه. اخويا الله يخليك. السواقه مش ورق يا ابني، السواقه خبره موهبه، حرف
معفنه. انت مية مية، انت اصلي يا اسطى. يا ابني يا صباح الخير يا مسيد. صباح النور. مين ده؟ انا اسمع شكلك اول مره تخش منطقه زي دي. بقول شكلك اول مره تخش منطقه زي دي. اسمع كلام اللوستة متولع حمدي، ده راجل سواق بقاله 25 سنة. بقاله كام؟ 25؟ لا ده باين القعدة صغرت قوي. جرايه يا أبو حمدي؟ أنت هتخرف ولا إيه؟ خلاص يا أسطى متولي، 40 سنة، قلناش حاجة يا عم. غالب. إيه ده؟ إجري إجري، لا ده التلفزيون يخرب بيت جدارك، يا ابني وطي التلفزيون اللي عندك ده. إيه الإنفال الوحش ده؟ 40 سنة يا حمدي وأنا قاعد على الدريكسيون. مفيش عجل مركبتوش. تكاسي، ميكروباصات، لواري، نص نقل، مقطورات، تكاتك، كله كله. بالك المحروسة اللي مرمية هناك دي أول ما جت من اليابان اليابانيين نفسهم بعتوا وقالوا مفيش حد يحط رجله فيها إلا لسطة متولى. خلينا الاول في النهار يا واد يا اسطى حمدي، لكن النهار ليه عيوب. انت طلعت بعربيتك في اي شارع، ليكن على سبيل المثال للحصر شارع فيصل، اول هام هتدوس بنزين على الاخر، ثاني هام هتروح ماسك شمالك طوالي. قصدك يميني؟ يمينك يا اسطى. ده احنا نفضها سيره في القعده دي، ده بين القعده صغرت فعلا. اسمع كلام الاستا حمدي. الله يمين ايه اللي تمسكها؟ ده عبيط انت. اليمين ده اتعمل للعيال التوتو اللي بيخافوا من الطريق، انما الشمال اتعمل لنا احنا للرجاله اللي قلبهم حديد. البيت المتنكس اللي هناك ده يبقى بيت البيت اللي انا اتولدت فيه وعايشه فيه مع بابا واخواتي. انت مش كنت عايز تقابل بابا؟ انا نفسي اقابل سعاده الباشا. شايف الراجل اللي قاعد على نصية القهوه ده؟ ده يبقى بابا القسطه متولي الباشا، سواق على العربية نقل، يوم بيشتغل وعشرة لأ. تحب بقى أعرفك بإخواتي؟ لا أنا بالنسبة لي الباشا تمام قوي. أخرج إزاي بقى من الحارة دي عشان خايفة أتوه بس؟ مع السلامة يا هادي. اللي وراك بقى قعدوا يكركسولك. بيكركسولك ليه؟ عايزين منك إيه؟ عايزينك توسع لهم الطريق. هتعمل إيه ساعتها؟ هعمل إيه؟ قول لي ابوس ايدك يا معلم. ولا تسال، يكلكس مهما يكلكس، هيكون مين اللي بيكلكس لك يعني؟ عيل توتو ورث قرشين من امه ولا من تيتو ومعاه بنت منحرفه ضاربين ورقه عرفي ومش لاقيين مطرح، توسع له ليه؟ هو كان شارع ابوه ولا كان شارع ابوه؟ يا سلام، شفت بقى الكلام الموزون؟ ينصر دينك يا اسطى متولي. مساء الخير. اهلا اهلا. ولع يا ابني. مع السلامه. حابك يعني عدي من هنا. مساء الخير يا عم. كمل يا معلم. شرفونا يا حبيبي. وانا كنت جاي. شوف بقى يا استاذ حمدي، سواقه الليل دي محتاجه استعدادات تانية خالص، وبالذات لو الطريق طوال رايح جاي. انا كنت متفرمل شويه يا ابو حمدي، مش في راس راكبه معاك ولا ايه؟ انت بتثبت فيها ليه كده يا جدع؟ انا كنت عايش الورد يا حبيبي، الولد ده كله ذوق الحقيقه. شوف بقى يا استاذ حمدي، طولت عربيتك، عينت ميتك وزيتك، انا بلعت افيونك، حطيت حشيشك في جيبك، كنت جاي يعني. اتكل على الله واطلع، الطريق قدامك، في عربيه جايه عليك من بعيد. الحمد لله عدى، في عربيه تانيه جايه اهي، وادي عربيه تالته جايه عليك. اخ شكله ناوي على رخامه، جاي في وشك وبيقلب لك النور. تعمل ايه؟ انا اتعاملت اعمل ايه؟ تضرب كشاف النور العيالي في وش امه وتعميه خالص، يلزق في حيطه يقع في الدرع، يستاهل اللي يجرى له غرفه 60 داهيه. هيكون مين يعني؟ تلاقيه عيل توتو وارث قرشين عن امه ولا تيتو ومعاه بنت منحطه ضاربين ورقه عرفي وبيدوروا لهم على مطرح. انت راكب من بدري معانا بس عدم المؤاخذه يعني. مين حضرتك؟ هادي. في دي عندك حق، هو ده هادي فعلا، دوكه كان حامي قوي بس صدقني ده بيعمل دماغ اعلى. لا مش القصد، انا اسمي هادي ابو العز وكنت جاي لحضرتك يعني في كلمتين على انفراد. وانفراد ليه؟ دول اهلي وناسي واخواتي واولاد حتتي، وبعدين راكبين معانا وفي نفس السكه، يرضيك يعني ننزلهم بالليل وفرخاله كده؟ صح يا جماعه. لا 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 راجل، اتكلم براحتك قول. هو انا
هو انا كنت جاي طالب ايد الانسه نسمة بنت حضرتك. نسمة بنت انا؟ اه. انت منين بقى؟ انا اساسا من المنيا. اه يعني عيل توتو؟ لا 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 توتو ايه؟ لا ده انا راجل وعجبك قوي كمان ايه ده؟ طب يا راجل شغال بقى ولا قاعد ولا شغال يوم واحد عشرة؟ معلش سؤال تاني؟ شغال ولا مش شغال؟ لا لا شغال شغال. قلت ايه يا عمي؟ يا ابني عرضت التلفزيون تاني ليه بس؟ اقعد عادي عادي. يا ولد ده اهو قوم يلا. لا لا سيادتك انا جاي اخطب. تخطب في الاسم يا روح امك. ايه يا عمي؟ ايه يا عمي؟ اسمعني هحصلك يا حبيبي. متولي. اهلا حسام باشا وحشني والله. طبعا موبتك ومطرحك. الجار جوه اخويا. طب النفس الاخراني انت هتهزر يا متولي؟ ما هي فاضي يا باشا. الجار. طب فتشت يا باشا. يلا فتشوني يا ناس. الله يلا يا ابني. والله يا ابني انا مش عارف ليه اول ما شفتك ارتحت لك قوي. ده انت دخلت عليا دخلت سعد بس عدم المؤاخذه يعني معلش قلت لي مين حضرتك؟ هادي هادي ابو العز. اه هادي قلت لك اسمه ايه؟ اسمه على مسمى ان شاء الله. طلباتك ايه يا عم؟ لو معاك حشيش ارميه لاننا هنتفتش في الاسم صح قوي بس ارميه في حته تكون عارفها عشان بعد ما نخرج نروح انا وانت ونجيبه. انا وانت افهم من كده انك وافقت؟ والله في الحقيقه انا في الاول افتكرتك عيل توتو وارث قرشين وشبط في بنت حلوه بنت ناس وعايز يضرب ورقه عرفي. انا عارف ايه اعوذ بالله وانا بتاع الكلام ده. نقرا الفاتحه. نقرا الفاتحه بسم الله. اشبط شمالك يا اسطى. هو بس انا كان ليا سؤال واحد يعني. قول ده انت بقيت ابن خلاص. انا هفوق امتى؟ بقي مش لاقيه. قول ورايا يا استاذ هادي. اللهم اننا تبنا. اللهم اننا تبنا وندمنا على ما فعلنا. وندمنا على ما فعلنا. اللهم إننا تبنا. اللهم إننا تبنا. و وفضلتك عارف عني حاجة ولا إيه؟ بالرفاء والبنين إن شاء الله. بسم الله ما شاء الله الله أكبر زي القمر. لا بصراحة ليك حق يا أستاذ هادي. اسمها نسمة وهي نسمة. ألف ألف مبروك. أنا انتصار مرات الدكتور شوقي. فرصة سعيدة يا مدام انتصار. لا إيه مدام دي؟ أنا عاوزاكي تاخدي عليا كده بسرعة وتخشي فيا على طول عشان بعد كده أنا وأنتي هنتفق عليهم. طب يلا يا جماعة. لا إيه يا إخوانا؟ أنتوا هتفضلوا لازقين هنا؟ الزف هذا في تور معزيم على نار. بسم الله ما شاء الله الله أكبر. قمر يا أختي قمر. حصوة في عين اللي بيصلى على حضرة النبي. عليه الصلاة والسلام. إيه ده يا بنتي؟ ألا مين اللي نفخ في السم بتاعك كده؟ بابايا. اهلا اهلا وسهلا يا فندم. الف الف مبروك. الف مبروك. اهلا وسهلا. الله يبارك فيك. اهلا وسهلا. مين دي؟ اديني خمس دقايق يا بابا وهبقى جاهزه. مين دي؟ تحبي اساعدك في حاجه يا نسمه؟ ميرسي قوي. لا ايه ميرسي دي؟ انا مش هسيبك هفضل معاكي لحد ما تخلصي وننزل على طول. ايه واقفين كده ليه؟ مين دي؟ يلا من غير ما ترد. يلا يا عريس يلا هش هش. انتوا ما صدقتوش شفتوا العروسه هتلزقوا. يلا هش هش هش. رقيقة قوي جميلة. يا بيي مين الولية دي؟ دي ولية رزيلة قوي. لا 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 ده مدام صار بتهزر يا عمي. بتهزر بتهزر ده ايه؟ ده أنا كنت حلوشة في وشها بالبنية. بالك هادي هادي يا ابني؟ النوعية دي تلاقيها متجوزة عيل توتو وارث رشام من أبوه. مدام انتصار تبقى مرات الدكتور توتو. تبقى مرات الدكتور شوقي يا عمي. الدكتور شوقي ده؟ ايوه. لا حول ولا قوه الا بالله. طب بالاذن انا بقى عشان الحق الزف ما صحش ورده ولا ايه؟ ربنا يفك دقتك يا ابني. مسخره الراجل ده والله. ايه هادي في ايه؟ مش قادر يا شوقي مش قادر. شفتها 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 الفرحه عامله ازاي؟ ملاك نازل من السما. بقى دي هتموت يا شوقي. ما عادش هادي عشان دي هتموت. وحياتك لولا تخطيطي ما كان اللي اسمه هادي ده اتجوز ولا حتى شاف مأذون. بس بقول لك يا نسمه انا عاوزاكي تربيه بعد الجواز عشان دفتره كتير قوي. انا مش عارفه اشكرك ازاي. انت انقذتي حياتي. انا عمري ما هنسالك اللي انت عملتيه معايا ده. انت عارفه انت عملتي ايه؟ خليتيني اتجوز الراجل اللي بحبه بقالي كتير قوي.
انا مش مصدقه نفسي، حاسه زي ما اكون بحلم. لا صدقي بس نسمه، وحياه ابوكي بعد كده تخليه ملوش دعوه بشوقي جوزي خالص. بس انا خايفه لاكون كده ببني حياتي معاه على كده، انا لازم اقوله. ايه تقولي له ده؟ ايه كمدي قلبك كده وما تبقيش عبيطه. طب تفتكري هيعمل ايه لما يعرف ان انا مش عيانه؟ مش بيقول بيحبك؟ يبقى اكيد هيفرح. هيقول بيحبني. ايوه المهم ان انا اتجوزته. صعبان عليا قوي. انت كمان صعبان عليا قوي يا هادي. عارف يا هادي، رغم كل اللي بتعمله فيا انتصار، انا لسه بحبها. طب انا هنزل الحمام بقى اغسل ايدي واروش كده واحصلك. روح يا هادي. القاعه مليانه على الاخر، الناس فوق بعضها. ايه ده؟ هما المعازيم فين؟ هما راحوا فين فعلا؟ مش النهارده فرحنا؟ يا رب نخس. ايوه على السلامه. الله يسلمك. زي ما قلت لك يا هادي، لازم تكون رقيق جدا معاها علشان ايامها في الدنيا معدوده 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 معدوده. خلاص ايه في حاجه؟ لا 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 بقى، يعني خلاص بقى احنا وصلنا نجيب حاجه نشربها. ممكن بس ادخل اغير هدومي؟ يا سلام طبعا، ده انا اتمنى. اي مساعده؟ ميرسي. طب انا واقف هنا على الباب بقى. طيب لو احتجت حاجه يعني انا مش هتحرك، يعني لو احتجت اي حاجه انا. اخرج بقى. اخرج بقى. بالنسبة للدخلة، في النهاردة ولا ايه؟ ايه ده؟ دي اتحجبتي؟ ايه مالك؟ ما تقعدي براحتك. ما انا كده مرتاح. ايوه اتفضلي. ايه ده؟ خمرة؟ لا لا خمرة ايه، دي شمبانيا. معقولة يا هادي؟ عايزنا نغضب ربنا في أول لحظة في حياتنا؟ لا 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 ولا تزعلي نفسك، أهو أهو أهو. أنت اتضايقت مني؟ لا اتضايقت ايه، أنا يهمني راحتك بس. ايه ده؟ دي شمبانيا حلال، عصير تفاح. عصير تفاح مفيهاش كحول. لا ما فيهاش، هتعجبك قوي. مفيهاش كحول. دوق. هدوق بقى. ايه رايك؟ حلو قوي. بس عصير التفاح ده بيخلي الواحد كده يفكر في حاجات كده. مش عايز افاجئك يعني، بس النهارده ليله دخلتنا وطبيعي يعني ان احنا طبيعي ان احنا نتفرج على التلفزيون. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه؟ غير المحطه، ما بحبش اشوف الحاجات دي خالص. دي حلوه قوي. لا ده دخله في التلفزيون. لا اغيرها. طيب استنى استنى، فوت الاغنيه دي بحبها. على مالك عليها يا هادي شويه، خليك بني ادم يا اخي، ما تخش زي البهيم. وانا ممكن اتقل عليك يعني واطلب منك طلب؟ اؤمرني يا حبيبي. ممكن في ليله دخلتنا اشوف شعرك؟ لازم يعني؟ نعم
أنا مستاق وعندي لوعة كبيرة. نعم أنا مستاق وعندي لوعة كبيرة. ستي دي عليها جمل. نسمة. نعم يا حبيبي. ايه اللي نعم يا حبيبي؟ انت بتعملي ايه تحت؟ فردت الحلقة وقعت كنت بجيبها. ما تدوريش بقى على الحلقان تاني. حاضر. بتخض. واحلى حاجة بقى في المكان هنا الهدوء. انا عاشق للهدوء. انا كمان. ما بعرفش انام في الدوشة، بتبقى حاجة صعبة. الله حلوة قوي السجادة دي يا هادي. مش من هنا طبعا. دي من الاسكيمو. من الاسكيمو؟ اه سيبيريا. ما تصوريش انا تعبت قد ايه عشان اوصلها لحد هنا. ازاي؟ يعني. طب احكي لي. بعدين. يا ترى مين اللي جاي دلوقتي؟ السلام عليكم. ياس يا سيد المتعب. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. ما تنفعينا زغروطه يا ام سمير. صباحي البركه يا عريس يا نجم بنوري يا سيدي العز. يا سيدي العز الف مبروك يا عريس. طب انت بنت مش هام. اهلا وسهلا. صباحي البركه عروسه. الله يبارك فيك يا ماما. انا بقول لك اهو الراجل ده تحطيه في حباب عينيك، ده راجل محترم. حط الاكل عندك يا ابو سمير. يلا تعالوا كلوا هدي يا ابني، انا شكلكم واقع من جوع. تعالي يا نسمه يا بنتي. ولد حتى ولد فين اخوك كبير؟ تعالى اجمع هنا، اجمع منك لوح. تعالى عشان اعرفك على عموك هدي بيه. تعالى هدي بيه يا ابني. ولادي يعني شفتهم في الفرح بس ما لحقتش تتعرف عليهم. ما انت كلفتنا في الجوازه بس ماشي. ده نسيم الكبير في سنه رابعه ابتدائي، اتاخر 4 سنين في الدخول، كان زمانه في سنه تامنه. ده ربيع الوسطاني في سنه ثالثه ابتدائي. ده بقى اخر العنقود بديع في سنه ثانيه ابتدائي. لا عقبال املتك، ده بعيد سنه اولى ما شاء الله. لا ما شاء الله، نسمه ونسيم وربيع وبديع، دي حاجه حلوه قوي. اصل انا طول عمري بحب الطراوه، ما بحبش الجو اما يزمت ويقفش. براحتك يا ربيع، براحتك. رجع على رجع. لا مؤاخذه هادي بيه يا ابني. كله كله كله. يا نهارك اسود، كسرت البوزه. بس محدش هيربيه غير الواد قليل الادب عديم الرمايه ده. خلاص خلاص يا عم متولي، خد الشر. سيبني هادي يا ابني دلوقتي، في عصبيتي ما بشوفش قدامي. خلاص بقى ما تحرقش دمك. تعال هنا، تعال هنا. ولا اكلمك راجل لراجل ولا انسعك على قفاك؟ راجل لراجل. ماشي راجل لراجل. لم نفسك، متهيألي كده الرساله وصلت. يلا توكل على الله. خلاص كده؟ اه كده تمام. يلا بقى هادي يا ابني، الحق كلك لقمه بسرعه قبل ما الاكل يبرد. لا 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 انا هستنى بس اطمن على عيالي عشان ياكلوا معانا. لا 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 ما تعتلش هام، العيال منابهم متشلوا. ايه ده؟ دي صورة درس القراءة دي بتاعت الملك الشطور احمد علي. سجلت المسكين. بالعكس دول لزاز قوي. خلاصين رابيل قطع قط النور. ابو ظهر نسمة اطلع اشوف اخواتك يا بنتي، لاجي لهم بالهارسيا. لا 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 استني انت يا نسمة، انا هطلع اشوف في ايه. بقول لك ايه، هي الساعه دي فيها سمك؟ ايوه يا شوقي اللي كان شوقي، انت فين؟ عدى 700,000 دولار.
نسيم بيدشدش اي حاجة قدامه، وربيع بيرجع على طول، اما بديع بيعملها في اي حتة في الشقة. معلش يا هادي يا ابني، هو الجواز كده في اول اوله ايه بس يا عمي؟ اوله ايه؟ ده انا عايش في مرستان. انت عارف انا كل اللي يهمني نسمة، عايز امتعها. انت عارف عندها ايه والايام بتجري بسرعة. حاسس بيها يا عمي ولا ايه؟ حاسس يا ابني. طب ما تاخد لهم شقة جنبك، اهو منه يبقوا معاك ومش معاك. صح، خد لهم شقة جنبك. برافو عليك يا عبد، ده انت عليك افكار، ده انت عليك افكار. تفاحة اهو. انت بتضحك على ايه؟ اصل مفيش حد غيرنا في المكان. يا حبيبتي المكان ده الليلة دي بتاعك، ملك ليكي. هادي، ممكن اسألك سؤال؟ يا ريت. انت ليه ما اتجوزتش؟ عايز اتكلم. شكرا. كان في مره طفل صغير عنده 6 سنين، كان وحيد ابوه وامه، كان شاي ابوه بس كان بيحبه. في مره سافروا اسكندريه وهم راجعين عملوا حادثه كبيره قوي، اختفوا من حياته، ماتوا. عرفت ليه بقى انا ما اتجوزتش لحد دلوقتي؟ عايز انا اتجوز واخلف حتة عيل يلاقي نفسه في الدنيا غير القبر. عشان كده اتجوزتني يا هادي؟ عشان نوثق ان احنا مش هنكمل مع بعض؟ لا يا نسمة، انا اتجوزتك عشان بحبك، والله العظيم بحبك. ايه اللي انت فاكريه ده؟ قولي بيه انا وشفا. ثانية واحدة، متتحركيش. وأنا كمان بموت فيك. ياه، الواحد بقاله كتير ما سمعش الأغنية دي. أنت متعود تسمعها كتير؟ يعني كنت بسمعها في الشهر مرة. نسمع حبيبتي، وانا ممكن اطلب منك طلب؟ اتفضل يا حبيبي. ممكن ناخد شقة جنبنا للبابا والولاد؟ انا حاسس ان هم مش مرتاحين معانا خالص، يعني عندك مثلا ربيع مش عارف يرجع براحته، وبريا مش عارف يعملها في اي حتة، فانا حاسس ان انا مقصر يعني. انا اسفة يا حبيبي، انا عارفة ان اخواتي مزعجين شوية. لا مزعجين ايه اطلاقا، بالعكس دول حتى عاملين ريحة للبيت، عاملين يعني نفس للبيت. ممكن؟ تشوفي يا حبيبتي. الحمد لله اني ما طلعتي زيهم. يلا بينا. يلا تيجي نغير القعدة. يعني ايه؟ يعني نقعد بالعكس كده اهو. ايوه تعالي. ايه ده، دي كراسي. الله، ما تسمعنا حاجة في الاف ام. الله، انا بحب الاغنية دي قوي. اه ده وائل جسار، بموت فيه. لا تشر عنك يا حبيبتي. ما تعرفش يا هادي بيغني فيه؟ نفسي نروح نسمعه مع بعض. يا سلام، ده انت تأمري. معلش يا هادي، انا عارفه ان طلباتي كتير قوي. يا حبيبتي طلباتك اوامر. شوف يا استاذ حمدي، طالع بعربيتك على الصحراوي. قلت لك ساعه 2 3 فجاه كبس عليك النور. اصحى اصحى.
صباح الفل يا عم تولي. اهلا هادي بيه يا ابني، اخبارك ايه؟ انا تمام. بنت امك مش فايته يا ده نسيب. تعال هنا. خلاص بقى عم تولي بقى، عيله بيلعب. لا 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 لا، خلاص بقى ما تعلقش في دمك. معلش لا محدش يرمسني وانا مخنوق. تعال هنا اكلمك راجل لراجل ولا الزقك على قفاك؟ راجل لراجل. لم نفسك. بتهيألي الرساله وصلت. يلا توكل على الله، ابعت لاخوك الصغير عشان الزقه على قفاك. بقى الصغير عمل ايه بس؟ اضرب الصغير يخاف الكبير مبدا. عم تولي، هو انا يعني انا حاسس ان انتوا مش واخدين راحتكم معانا يعني، فانا جبت لكم شقه جنبنا عشان تاخدوا راحتكم. عيب، انت فاكر نفسك جوز بنتي؟ لا ده انت ابني. شقه ايه وتكاليف ايه؟ صلح لنا بيت الوريه، واول ما يخلص هنروح ونسيبكم على راحتكم. بعدين بيني وبينك العيال مش مستريحين هنا. تمام اهو يا عم تولي، الرجاله شغاله ليل ونهار اي خدمه. الله ينور يا رجاله. والله انت عداك العيب هادي بيه يا ابني. هما بيقولوا العهد على الراوي انهم هيسلموا لي البيت خالص اول الشهر. أني الشهر اللي جاي ده يعني كمان أسبوع. فلان حبيبي ازاي يعني كده؟ مش ناقص غير 16 أسبوع. حابب ده نسمع. ألو. إيه يا حبيبي؟ بقول لك إيه، البسي أنا جاي في السكة، هعمل لك مفاجأة. ما شاء الله، إيه الحلاوة دي؟ أمال هي نسمة فين؟ ميرسي. يلا حبيبتي اتأخرنا. حبيبي انت ما قلتليش احنا هنروح فين. تعالي بس اتفضلي. اتفضلي. انا مش فاهمه حاجه، ممكن تقولي بقى احنا رايحين فين؟ حالا. عايز اقول لك انا مش عايز اسمع اي حاجه، انا كفايه عليا ان انا ابص في عينيكي. بس دي حاجه مهمه. يا بنتي بلاش هبل، تقولي له على ايه؟ مش انتوا عايشين مع بعض ومبسوطين؟ خلاص يا انتصار، مش قادره اخبي عنه اكتر من كده. يا سلام، يعني هو الملاك كان حكى لك عن كبواته ونزواته اللي قبل كده؟ نسمع، ما تعمليهاش حكايه، كنتي تعبانه وخفتي والحمد لله وخلصنا. هو انت ليه انتصار ساعدتيني في اللعبه دي من الاول؟ عشان انت وجوزك تعيشوا مع بعض سعاده. يا ناس سعاده على كدبه؟ حتى لو على كدبه. الراجل ما بيعرفش قيمه الست اللي عايشه معاه غير لما يحس انها هتروح منه. انتصار، هو انت بتحبي شوقي؟ بحبه طبعا. شفتي الخيره بقى؟ امال يا مفتريه بتعملي كده ليه؟ عشان ما يطمنش يا بنتي. ما هو اللي زي شوقي ده لو اطمن انا مش هعرف الم خلقي. هاي اصلا حاسه بالذنب قوي يا انتصار. انت مش عارفه ده بيعمل لي ايه، ده مفيش حاجه بحلم بيها لو بيحققها لي. طب يلا يلا يا حنينه. يلا ميرسي. باي باي. ده ايه القمر ده؟ رايحه فين بدري كده؟ عايز اشتغل معاك انا وانت، ننزل نروح الشغل كل يوم مع بعض، يعني اساعدك في اي حاجه. بص عايز ابقى جنبك وخلاص. حبيبتي ما تيجي جنبي اهو، وبعدين انا مش عايز اتعبك. تعبك هو اجمل حاجه ممكن احس بيها الايام اللي فاضله دي. ماشي يلا. ثانيه واحده. يلا حبيبتي. مالك دخل؟
طب ايه تحبي نروح؟ لا يا حبيبي ميرسي. نروح اضمن. ممكن افهم بقى ايه نظريه ان الشركه كلها ستات؟ مع احترامي يعني. لا مش نظريه ولا حاجه، هي جت كده يعني صدفه. صدفه؟ يعني شركه طويله عريضه زي دي ما فيهاش راجل واحد؟ اهو اتفضلي. صباح الخير. صباح النور. وانا بقول الشركه منوره كده ليه؟ ازيك يا نسمه يا بنتي؟ وشك ولا القمر؟ ربنا يخليك يا استاذ عبد التواب، هي الشركه ناقصه انوار برضو، مهم العلاقه اهي. نسمه قررت تشتغل معانا. ما انا طول عمري بقول كده، الشركه محتاجه رجاله. نعم. انا قصدي ان مفيش حد هيخاف عليك قد نسمه. بالمناسبه الراجل الايطالي اللي اسمه اليساندرو ده هيوصل شرم الشيخ ويقعد 48 ساعه، لازم تسافر له وتقابله وتمضيه ونخلص. مش معنى انا، ما اي حد يسافر. ما تقابله انت. انا لا، انا لا اعرف ايطالي ولا ليا في الاجانب، وانا ما اقدرش اسافر واسيب نسمه. طب ما تاخدها معاك اذا كان كده. ماشي. لا يا حبيبي روح انت، خليني انا هنا مكانك. لا يا حبيبتي ما ينفعش اسيبك، دول 48 ساعه، دول يومين بس عشان اوحشك. مدام نسمه اسمحي لي اهنيكي على اول قرار خدتيه يوم استلامك العمل. ادخلي في عبادي وادخلي جنتي، صدق الله العظيم. شد حيلك يا اسطى متولي. شد بالله يا ابو حمد، دي راحة اللي احسن مني ومنك يا اسطى متولي. نسمة، نسمة، يا ريت ما كنت سافرت يا نسمة، يا ريت ما كنت سافرت يا نسمة. شد حيلك يا ابني. نسمة دي نسمة كانت بتموت فيها حبيبتي. يا أمه انت بتقول ايه بس عم تولي؟ أم يا هادي يا ابني، أم تعيش انت، واللي بلا أم حال تتغم. يا أمه أمك؟ أمك هي اللي ماتت؟ أمال أمك انت؟ اللي بقى في حياتك عم تولي ده، قول لي تعيش وتفتكر، أصل دي الثانوية بتاعتك. لا مؤاخذة هادي يا ابني، عملنا الثانوية في بيتك يعني، وأنت عارف البيت عندنا بيتصلح، أوعى تكون زعلان ولا حاجة. لا 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 زعلان إيه؟ أمال هي نسمة فين دلوقتي؟ نسمة فوق إن شاء الله. نسمة فوق، نسمة فوق. حبيبتي حبيبتي يا نسمة. استنى طيارة بكرة، خدت أول ليموزين وجيت جري. بص يا حبيبي الشركة بتاعتك دي بايظة وكلها حرام. ملعون أبو الشركة لأبو صاحب الشركة. بقول لك وحشتيني. أنت كمان نايمني بقى. نايمني إيه ده، أنا قالع جاكيت لسه والجزمة بره. معلش عايزة أنام. صباح الخير. صباح النور يا فندم. إيه ده؟ أمال فين الموظفين؟ لا خلاص بقى، كل سنة وأنت طيب، دي ناس كانت جاية تتدلع مش جاية تشتغل، وأنا بعد إذنك يعني بقيت مسؤول عن حاجتين، الشغل والدلع. طب ما إحنا اشتغلنا كتير بقى، مفيش دلع، بوسة حتى. إحنا مش لينا بيت؟ يا بيت. صباح الخير؟ صباح النور يا فندم. أيوه سيب المسلسل ده بحبه، مؤثر قوي. إيه؟ راجع حبيبي راجع، خدها براحتك. اتفضل يا عمي. يزيد فضلك يا حبيبي. شكرين. خد ياض تفاحه بدل ما اغزه. تغزه؟ تغزه ده؟ دي حصلت؟ ماشي. كمان. شد يا عمي شد، هتسلك هتسلك.
بجد من احلام تؤمر بحاجه تانية ولا اطلع انام انا؟ احسن انا تعبان قوي. انا تعبان قوي. نوم العواف على بدنك يا حبيبي. صباح الخير. وانت من اهل الخير يا وش السعد والخير. عدت لك البيت بقى دبت النمله مش هتسمعيها. يا خويتي يا ناس ايه جمالك ده؟ يلا بقى ثانية يا حبيبي بس اتفرج. انت عارف عبد الحليم ده فات احلامي من وانا قد كده، كان نفسي قبله واقعد معاه. يا حبيبتي بس اجيبه لها ازاي ده؟ على عيني يا حبيبتي والله. نسمة نسمة الحق بابا تعبان. نسمة نسمة الحق بابا تعبان. عمي بقى انت وابوك بقى لو كلكم عند عبد الحليم يا ولاد. انا كنت خلاص مروح. مروح مروح ليه يا عمي؟ ما انت عم منورنا. حطيت لكك كنت مروح. انا كنت حتكل على الله روحي كانت هتطلع من نسمه بنتي. بعد الشر يا بابا بعد الشر. انت مستني حد يا هادي؟ لا استنى مين يعني؟ لا انا اللي مستني. اصل عمتك فتحيه وجوزها كلموني وقالوا لي انهم جايين. قلت لهم اهلا وسهلا. يا رب يا ساتر. اللهم صل على النبي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا علي. اقعد شد. اهلا يا فتحيه. بسم الله ما شاء الله الله اكبر. العيال كبروا يا فتحيه. اقعدي اقعدي. علي هادي بيه جوز بنتي. لصت علي كواليني تاجر كوالين بس ايه متصير. ايه انت بتقول ايه؟ انت كده بتشتمني يا علي؟ الكنطه ايه اللي بات فيها؟ الحق هادي بيه يا ابني. بقول لك يبات في الكنطه ايه؟ هشوف هادي بيه بيقول لك ايه؟ ما يصحش ابدا. الهجر ايه يا علي؟ البيت كبير ويسعه من حبايب الف ان شاء الله. النهارده هنام مع نسمه عشان وحشاني. وانتي اكتر يا عمتي. بعد اذنك يا استاذ هادي. يا مسبتي دي واحده ربنا بعتها لك من السما عشان انت ابن حلال من صفي. عملت نقله نوعيه في الشركه. اداره من حديد. امال هي فين؟ هنا من 8 الصبح. بس راحت الجمارك تخلص شغل بنفسها. ادي ميزه الواحد اللي يخاف على ماله. طبعا. ايوه مين؟ نسمه؟ نقلوها المستشفى؟ مستشفى ايه؟ مبروك الملام حامل في الشهر الثالث بس ضعيفه شويه محتاجه تقعد يومين نديها شويه فيتامينات. حامل؟ حامل ازاي؟ الف مبروك يا هادي يا ابني. ادخل ابارك لها بنفسي. يعني هي كويسه؟ كويسه جدا. ازاي بس يا دكتور؟ احنا قبل كده اشعاعات عليك ويعني الحاله لازم تعرضها على دكتور مخ واعصاب. متشكر. مين قال لك انها عندها كانسر في المخ؟ الدكتور شوقي سليمان. لا يمكن. مراتك كويسه جدا ما عندهاش اي حاجه. مراتك صغ سليم وصحتها احسن مني ومنك كمان. ولا كان عندها قبل كده؟ هي انفلونزا. لو كان عندها حاجه ما كانش زمانها عايشه لحد دلوقتي، ولا حامل ولا غيره. الدكتور بتاعك ده الظاهر مخه فوت شويه. الدكاترة بيقولوا إن أنا مش عايش أكتر من سنة، وأنا مرضاش إنك ترتبط بواحدة محكوم عليها بالموت. نسمة حالتها خطيرة زي ما قالت لي، مش هتكمل السنة. أنا ممكن أوديك عند الدكتور بتاعي عشان تتأكد بنفسك. أنا هوديك للدكتور بتاعي، دكتور شوقي سليمان، في المعروف. هادي. بوسي. برضه يا هادي تسيبني طول اليوم ما تسألش فيا؟ مبروك يا حبيبي هتبقى أب. خدعتيني يا نسمة. أنا مش قادر أتخيل ابننا اللي جاي ده إزاي هيعيش في الدنيا من غير أم.
الطفل الجميل ده هيبقى يتيم؟ فوضت أمري ليك يا رب. ما تقولش كده يا هادي، أنا ما أنا كنت عارف إن كل ده هيحصل، عشان كده أنا رتبت كل الأمور من الأول، عشان ابننا اللي جاي ده ما يلاقيش نفسه في الدنيا من غير أم. وعشان تطمني أنت لازم تعرفي كل حاجة عشان ترتاحي. بوسي. بوسي مين؟ تعالي يا بوسي. مساء الخير دكتورة بوسي، طبيبة أطفال، هي اللي هتربي ابننا. أنا كنت عارف إن أنا ما اتجوزش من بعدك، إنما أعمل إيه؟ للضرورة أحكام. إيه اللي أنت بتقوله ده يا هادي؟ محدش هيربي ابننا غيرنا. أرجوك يا نسمة ما صعبيش عليا بقى الأمور أكتر من كده. يلا يا حبيبتي. هادي لو سمحت اسمعني، سيب إيدها. يا نسمة أنا كمان اللي فيها مكفيني، كفاية بقى. يلا يا حبيبتي. انت يا دكتور السيف؟ ثانيه واحده يا هادي، بقى الاستاذ داخل. يستنى. انت عبقري زمانك. هادي، هادي ده كان زمان. حياه امك لو فضحك وجرسك في مصر كلها بقى تقولي ان البنت تعبانه كلها كام شهر وتتكل ويطلع ما عندهاش حاجه. انت دارس ايه؟ اعداديه قديمه ولا دبلوم لاسلكي ومزور كل الشهادات دي؟ وطي صوتك عادي. هو انا لسه قلت حاجه يا فاشل؟ انا ممكن اكون شخص غلط، ودي بتحصل مع اكبر دكاتره في مصر. وبعدين انت زعلان ليه؟ ما ممكن يكون عندها كانسر وتعيش. انت مش بتحبها يا هادي؟ يا اخي حضرتك فرصة، انا ما تلعبش بيا، انا العب بنسوان مصر كلها. تيجي حته بنت مفعوصه زي دي ترتصي وترتصك؟ انت ايه يا شوقي؟ يا هاد امي، لو حد عرف ان انا هنا لفرغ ده في دماغك. انا مجنون وعفريت الدنيا بتتنطط في وشي. افتح افتح. شاوي ايه؟ هو مفيش حد هنا ولا ايه؟ شاوي ايه؟ ايه يا شاوي؟ العياده فاضيه كده ليه؟ فين الممرضه وفين العيانين؟ وبعدين انت قافل ليه الباب على نفسك؟ لا انا كنت بس في حاجه. انتصار اتفضلي يا نسمة اتفضلي. لو سمحت انا في مصيبه كبيره ومحدش هيحلها لي غيرك. الواطي السافل صاحبك اللي اسمه الاستاذ هادي قال ايه؟ عايز يتجوز عليها عشان يجيب ام لابنه. بلاش واطي دي. لا واطي. بلاش واطي. لا واطي. زي ما اتفقنا انك تقول له اني هموت، قول له ان التحاليل طلعت غلط واني هعيشه. هو ما بيثقش غير في كلامك انت. الله، مالك مش على بعضك كده ليه يا شوقي؟ يلا كلمه بسرعه وقول له. المساله مش بالسهوله دي يا انتصار. فعلا. ايه مالكم؟ صوتكم جايب اخر الدنيا دي. اهلا يا ممكن. الحكايه مش بالسهوله دي فعلا. ده احنا ما صدقنا حاله ينصلح ويتجوز، هنرجع تاني للصياعه. يا جماعه دكتور وشخص حاله غلط، بتحصل. يلا يا شوقي عشان خاطر يكلمه. يلا. ايه ده؟ ده هادي، خد يلا رد عليه بسرعه وقول له يجي حالا. اقول لك قول له انك عندك ليه مفاجاه حلوه قوي، ولا اقول لك قول له ان الاشعه طلعت غلط، ولا اقول لك قول له ان الاشعه مش بتاعتك او بتاعت اي حد تاني وخلاص. يلا. ايوه ايوه هادي. ايوه حبيبي، يا ريت تيجي دلوقتي يا هادي. يلا نمشي، احنا مش لازم موجودين دلوقتي هنا خالص. يلا امشوا. لا 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 لا، امشوا ليه؟ ما انتوا قاعدين. هي دي فرصه تتعوض؟ دي العصابه كلها هنا متجمعين على طول ان شاء الله. حتى انت يا عبد يا اللي مربيني تطلع شريك معاهم في المصابايا الحقيره دي، ولا شوقي؟ صاحبي الدكتور شوقي اللي قاعد جنبي في التخته من واحنا قد كده، تبعني ولا مدام انتصار؟ يا عيني على مدام انتصار، الله يبارك لها، تعمل الشر لوجه الله، مش عايزه عليه لا اجر ولا ثواب. شكلكوا حلو قوي وانتوا واقفين كده. والله هادي يا ابني انا كان قصدي خير. تسكت خالص، والشركه دي ما تعتبهاش تاني. انت مرفوض. انا عملت كده عشان مصلحتك يا هادي. انا لولا واثق من انك هتعيش سعيد مع نسمه ما كنتش عملت كده. انا حسيت انك بتحبها وتاكدت انها بتحبك وكدبت عليك الكذبه الكبيره دي. بس في حاجه انت لازم تعرفها كويس، ان انا فعلا بحبك ودي ما كدبتش فيها. انت حاولت تساعدني كتير يا هادي وانا مش هقبل اني اعذبك. طلقني يا هادي. اه
هي دي بقى الحكاية. طلقني يا هادي. وطبعا هادي لازم يدفع المؤخر 1,000,000 جنيه. هو ده بقى اللي انت بتدفع عليه من اول يوم؟ انت كتبت لي المؤخر وانت عارف كويس قوي انك مش هتدفعه، لانك كنت فاهم اني هموت. اعتبرني موت يا هادي. انا مش عايزه منك حاجه ومتنازله لك عن كل حاجه. انت بقالك يومين صاحي، تعالى نام في سريرك وهتقوم النوم مش هتلاقيني ولا انا ولا ابويا ولا اخواتي. تصبح على خير يا هادي. ازيك يا نسوة؟ الحمد لله يا بابا. حلوة صورة ستك أم أبوكي. ما هي كانت بتلعب عود بجد، ما أنت طالعة لها فنانة زيها، بس الحمد لله بتشبهها. ها؟ زعليش منها يا بنتي. أنت اللي غلطتي. أنا مش قادر أصدق إن نسمة بنتي تعمل حاجة زي دي. لو كنت شرطيني أنا اللي اسمي أنا كان لا يمكن أوافق على كده أبداً. حقك عليا يا بابا. بس انا والله حبيته بجد. انت جاي عشاني ولا عشان ده؟ اوعى تكوني فاكراني عيل توتو وارث قرشين على ابوه ولا عن تيتو وعايز يضرب مرتين عرف ويهرب. جاي عشان ده طبعا. وحشتيني وبحبك. وانا بموت فيك. وحشتيني قوي. لم نفسك يا عم، دي براتي هتفوق امتى بقى؟ اه صح. بالمناسبة الحلوة دي بقى، اليابانيين جددوا الثقة فيك وحلفوا انك انت اللي لازم تسوقها. اتفضل. سلام لي.
طب بتقدم قوي. بتقدم بس ما في معجزات علميه خارقه. شوقي شوقي ولد ايه على ايه؟ ها؟ لا يا حبيبتي ده انا ده انا ده انا ببص على الكلب. اصل اعمل ايه؟ ما هو اصل الكلب عمره ما يتعدل. هذا بالعدل.